بنطلع على الشركات الناشئة وبنشوف إنه في شركات مثلا بتحط منتجاتها بأكثر من بلاتفورم، تكون ويندوز فون، أندرويد، أي أو إس، عندها أبليكيشنز بكل هاي البلاتفورم. هل برأيك أي شركة ناشئة جديدة ببداياتها لازم تركز على واحدة من هدول المنصات ولا الثلاثة مع بعض؟ نقدر نطلع على قصة نجاح إنستغرام. إنستغرام قعدوا أشهر طويلة بس أي أو إس. كانوا كتير ناجحين لما عملوا الاندرويد فيرجن، كان في عندهم 12 مليون نيو يوزر خلال اول اسبوعين ايش زيك. فانستغرام قصة نجاح لناس بنوا الابليكيشن تبعهم بس على اي او اس بلاتفورم، نجحوا كتير ممتاز على اي او اس، قدروا يكونوا مركزين على سنجل بلاتفورم وقدروا تسكيل ات على الاندرويد، وسون they will definitely do windows phone and other phones. فبالوضع الحالي it depends اذا كان الابلكيشن بحاجه يكون نيتف على كل بلاتفورم، بنقدرش نعمله مثلا باستخدام فون جاب، استخدام اوبن ويب تكنولوجي وبعديها نعمل بورتنج على different platforms. Definitely pick one. إذا البزنس موديل إنه أبيع الأبليكيشن وأستعمل الإن أب بيرتشيز، أنا برأيي أي أو إس هو أحسن إشي. إذا كان البزنس موديل يعتمد على الأدفرتايزمنت بالمنطقة العربية، أندرويد هو الأفضل.